انا عاوز افهم او اسال اللي عايزين يتجوزوا، انتوا عايزين يتجوزوا ليه؟ يعني كل واحد ليه تارجت او ليه هدف للجواز. يعني زي ما انا اقول لك ايه، عاوزين نكمل نص دينك، دور على نصك الحلو، عايزين كده نفرح بيك وتعمل لنا عيله، عايزينك كده تكبر وتجيب لنا واحد يشيل اسم العيلة، عايزينك تبقى عروسة كده وتبقى أم. يعني بيبقى في هدف إن إحنا نعمل عيلة، وهدف الجواز نفسه ربنا سبحانه وتعالى عمله. يعني لو رحنا سورة النساء والعدل للست اللي واخداه، ويعني القرآن كرم الست قوي 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 قوي، كرم أمي وأمك وأختك وأختي وبنتي مش جايين عشان يتهانوا. والمفروض ان اي ست او اي بنت او اي ام تعرف ده كويس، ان هي واخده حقها تالت وتالت من قبل البشر ربنا سبحانه وتعالى مكرمها. وما ينفعش انها تقول انا عايزه مساواه ما بين الرجل والست، ده ربنا سبحانه وتعالى مكرمك ومديلك حقوق، ده خلى الجنة تحت أقدام الأمهات. أنت واخدة عمل شاق جدا مش ما يقدرش عليه الراجل، لا يعني هو في مساواة. ربنا سبحانه وتعالى العادل عارف مكمل 100% دي ازاي، يعني كان هنا نسبة قد كده وهنا نسبة قد كده، بس المجموع ما بين الاثنين 100%. يعني معاملة الراجل للست لو كانت سيئة، فافتكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ رفقا رفقا بالقوارير. يعني ايه قوارير؟ ربنا سبحانه وتعالى قال رفقا، وليه شبههم بالقوارير؟ الحاجة الإزاز، الحاجة كده وقت اللي مش الفخار كمان، يعني اللي هي هشة لازم تعملها برفق كويس. وحتى لما قال اضربوهن بالمسواك، بنعمل بيه سنانا، مش ضرب يعني، مش عدو. هي الست اللي بسببها يعني بنشرب مية زمزم، الست اللي بسببها بنتوف بين الجبلين الصفا والمروة بسبب ستنا هاجر وقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ابنهم عليه السلام. وفيها حكم كتيرة قوي، السعي بالرغم إن هي كانت متكلة على ربنا وعارفة إن ابنها هيشرب وهتلاقي وهتعرف ترضعه، بس سعت 7 مرات، سعت راحت جاية. المهم يعني مش ده موضوعنا، إن الأم دي سعت وتعبت عشان ابنها، وبسببها جت مية زمزم، وبسببها بنتوف جبل عرف يعني الصفا والمروه. الست امي وامك اللي هي فيها معجزه زي ستنا مريم اللي جاء منها السيد المسيح، الست اللي هي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى هينادينا باسم امنا مش باسم الاب. يعني هو طبعا لسببين، السبب الاولاني اكراما للام والسيد المسيح لانه ملوش اب، وكمان من ستر ربنا سبحانه وتعالى علينا، ما نعرفش ايه اللي حصل في الدنيا، عشان ربنا لما هنادي باسم الاب الحي. وده برضو مش موضوعنا، موضوعنا انت عايز تتجوز ليه؟ يلا عاوز تتجوز، عاوز تعمل اسره، ولا عاوز تتجوز واحده عشان تحطها في تحت دراعك وانت داخل الميتنج ولا الاجتماعات ولا الريد كاربت، وانت عايزها ليه؟ عايز ام ولا عايز زوجه ولا عايز صاحبه ولا عايز ممرضه ولا عايز ايه؟ وبناء عليه اللي انت بتدور عليه على تلاقيه. يعني انت ما تجيش تدور على واحده حلوه وشيك وكلام من ده، ما بتعرفش تطبخ ولا بتعرف تقرا وتكدي ولا او بتعرف يعني مش ام، وتيجي بعد ما تتجوزها وتاخد حلاوتها تقول دي ام فاشله. ما انت ما اخترتهاش ام عشان تبقى ام فاشله، هي كانت فاشله من اساسها، هي مش مستعده يعني مش معده انها تكون ام، واحده معده انها تكون موديل.
انت اختيارك ايه؟ وانت نفس الحكايه اختارك ايه؟ انت عايزه بنك، انت عايزه واحد معاه فلوس وبس يصرف عليكي، مش عايزه واحد عينين. فبقى لما تحصلي على الواحد البنك اللي هو بيصرف عليكي دوت وبعد ما تشبعي فلوس تقولي لا 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 ده ما بيعرفش يحب، لا 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 ده مش حنين، بتطلعي في يوم تانية بس هو لسه بنك، فهو ما كانش حنين عشان تطلبي منه الحنين، انت طلبتي ايه فلقيتيه. فانت احسن الاختيار، يعني احسن الاختيار، يعني انت عايز ايه او انت عايز ايه. ما تجيش بعد سنة او سنتين تجيبوا خلفة وتيجي ولد او بنت وتلبسوهم غبائكم، وتلبسوهم غبائكم وترموهم في الدنيا وتشردوا، وبعدين هما اللي يدفعوا الفاتورة، وبعدين انتوا تسيبوهم وتجروا، في اللي بيرمي للاب وفي اللي بيرمي للام، وفي بيبقى اللي عايز ياخد الولاد في الاثنين وبيتشتتوا يتقسموا اثنين. فهي قبل ما تسعى لموضوع الجواز ده يعرف انت عايز ايه. عايز ام، دور على ام ان شاء الله تكون عامله كده، بس ام. عاوز واحدة حلوة عشان يعني مزاجك، خلاص هي مزاجك اختار مزاجك، بس هي ام فاش اشتري لهم بقى ام تانية، اجيب لهم بيبي سيتر او بتاع. وانت نفس الحكاية، عايزة بنك فلوس جيبي بنك فلوس، ما تجيش في يوم تقول ايه ده مش حنين معايا، ده ما بيعرفش يحب، ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض. استحملي، مش هقول لك روحي دوري على واحد تاني، ولو رحت دورت على واحد تاني كويس، انت اللي خسرانة في الاول وفي الاخر. ما تضمنيش الواحد دوت هيستعملك ازاي، لان ممكن بعد كده هو ياخدك يديك لاصحابه، هتبقي سلعه. انت ما تضمنيش انت هتقعد في واحد ابن حلال ولا ابن حرام كويس. فانت اختيارك استحمليه، لازم تدوري على اللي انت عايزاه وتستحمليه، لازم تدوري على اب لو عايزاه اب، لازم تختاري راجل لو انت عايزاه راجل، لازم انت عايزه فلوس جالك الفلوس. ما تجيش بعد ما تجيبي بطيخه تقولي لا انا عايزاها شمامه من جوه، انت عارفه البطيخه جواها ايه، لا كذا لا كذا. وانت نفس الحكايه يا ابن الحلال، انت بتختار ام، يعني معاك توكيل من ولادك انك اختار لنا ام كويسه، وانت نفس الحكايه اختار لنا اب كويس. فرجاء رجاء، وفتره الخطوبه معموله على كده، انت عايز ايه؟ يعني اللي يجي بعد كده يقول لك اصل طلع كذا، طلع كذا وانت ما كنتش عارفه انه كذا، اصلها هي طلعت كذا وانت يعني في ايه؟ في ايه؟ ما معروف، روح شوفها نضيفه ولا لا ببيتها، هي تخرج معاك تشوفك انت بخيل ولا لا. فتره الخطوبه قبل ما يجي اولاد يشيلوا ذنبكم، حرام حرام. لا الراجل يقدر يهين الست ولا الست تقدر تسترجل على الراجل، ما انت لو استرجلتي ما فيش راجل، الا اذا بقى لا مؤاخذه يعني انت عايزاه ايه؟ هتسترجلي وانت ما تحسش انوثتها برضه، حسسها بانوثتها عشان هي تحسسك برجولتك. لازم كل واحد يعمل اللي عليه، دي شراكه. فانا لما اختار شريك لحياتي او شريك في بيزنس معين ببقى عارف انا عايز راس مال او انا عايز خبره. ما اجيش ان انا اطلب راس مال وبفتح مثلا شركه، هفتح مطعم وبعدين اجيب واحد ما بيعرفش يسلق بيضتين واقول له لا لازم انت بدي ايدك وتشتغل معايا. يا عم انت طالب راس المال داخل بفلوسي، ما بعرفش اسلق بيضتين وتيجي تشتكي مني في واحد دخل براس المال، وبعدين تيجي تقول له انت ما اديتنيش فلوس، ما انت من اول عاوز راس، عايز خبرته عشان الشراكه تكون ناجحه. شوف انت العقد اللي مكتوب بيني وبينك ونفذه، شوف شروطك ايه ونفذها. ما تجيش تاخد لي واحده كانت بتشيش معاك وبتسجر معاك وبعدين لما تيجي تقول لا اصل طلعت مش عاوزه تبطل، ما انت واخدها كده، وانت واخدها واحد ده مؤاخذه بيعمل دماغه مش بيعمل دماغه، بيخرج مع اصحابه ومن شقتك وبعدين تقول اصل هو كذا. البدايه كل ما بني على باطل فهو باطل، كل ما بني على باطل فهو باطل. فرجاء تريصوا عشان بعد شهر العسل ما فيش، ده هو بطرمان وبيخلص وبتخشوا على مراحل ثانيه، مفيش حاجة بتفضل على حالها، يعني مفيش حاجة بتفضل على حالها. وخلقناكم من ضعف وبعد الضعف قوة ومن بعد القوة الضعف. هي ماشية كده. فرجاءً رجاءً رجاءً اعرفوا إن الدنيا مراحل والجواز مراحل كويس، فاعملوا حساب دوت قبل ما تختاروا شريك حياتكم، شريك حياتكم.
شوفي عايزاه برأس المال ولا بالخبرة. ماشي، يا رب تكون وصلت.